ورأيك بالمقترح ده. ميديا أهلاوي كابتن خالد كان معايا، خالد بيبو قال اتكلم في الحته دي. هو كان في فتره من الفترات الانديه الاوروبيه كانت بتعمل ده علشان يكتشفوا مواهب من بدري. دلوقتي في عالم الاحتراف الموضوع بقى مكلف جدا جدا، انك تروح وتعمل اكاديميه وتدرب وتحط نظام تدريبي وتهتم بالتغذيه، موضوع مكلف صعب طبعا. انما الدراسه بتاعته موجوده والملف ده موجود في النادي عندنا، بندرسه كويس قوي وبندرس الدول كمان اللي من اللي الممكن نروحها. ان يكون فيها فالمشروع ملفه مفتوح يعني. ملفه مفتوح. طيب محمد او محمد خليفه بيقول اللاعب الخطير الانيق واول من كان بيهد في دفاعات الخصم وصاحب العبارات المبتكره لابد من الاستفاده بعلمك وخبرتك الرائعه، بالمس عليك انا وزينه البرازيليه يا زيكو. زيكو البرازيلي دي، زيكو ده جيم وقت زيكو البرازيلي يعني. يعني انت عارف دايما كل لعيب بيحاولوا يلاقوا له اسم حاجه كده، فوقتها كان زيكو البرازيلي بيلعب، فخدوا بقى من زكريا ناصف، خدوا زيكو المصري، فمشيت زيكو دلوقتي لغايه وكان دلوقتي لعيب، كان لعيب طبعا فاز جدا جدا. محمد محمود جليل بيقول وقت ممن ينتهي.